بعض العلماء وهو مستحسن وتدل عليه بعض الأدلة، قال: من غسل واغتسل، بمعنى أنه يندب له إذا أتى إلى الجمعة أن يجامع زوجته حتى لا يلتفت بصره حال خروجه من بيته إلى أن ينظر إلى الحرام، فيكون قلبه صافياً حال ذهابه إلى الجمعة. لما؟ قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، اغتسل هو وغسل غيره، ويسندون ذلك إلى ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قالوا هنا إشارة، لكن رواية عبد الرزاق في مصنفه قال: كغسل الجنابة.